بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أولى حلقات استاد المحور من قناة المحور. الحقيقة قبل ما ابتدي الحلقة لازم أشكر كل القائمين على هذه القناة العملاقة المولودة من سنين طويلة، ويمكن من أقدم المحطات الرياضية أو المحطات على الساحة الإعلامية في مصر. وهنا لازم أتوجه بالشكر الصديق العزيز رجل الأعمال رجل الدولة الدكتور حسن راتب. الحقيقة كان المفروض أطلع على قناة المحور من زمان قوي، وأنا كدي حاجة كنت حاسس أن أنا هطلع على قناة المحور. وبعدين قربي من الدكتور حسن راتب الحقيقة سهل الأمور تماما يعني، فكل الشكر والتقدير للدكتور حسن راتب اللي يعني ما حسيتش بأي حاجة. اتفاقنا ما خدش ثواني، توقيع العقد كان فيه مش عارف ايه اللي عايزه مصطفى. فكل الشكر والتقدير للرجل الاعمال الكبير دكتور حسن راتب. الحقيقه كمان اللي انا عايز اقوله الحب والترحاب والموده اللي انا لقيتها من اول يوم دخلت في القناه الحقيقه ده سهل عليه حاجات كتير جدا جدا جدا. ويمكن ده بان في البرومو اللي حضراتكم شفتوه، وانا بشكر اصدقائي واصحابي والجمهور العظيم اللي كلموني واللي بعتولي من السعوديه ومن الكويت ومن الامارات على البرومو. مش عايز اقول بالاسماء عشان ما انساش حد عشان ما حدش يزعل مني، لكن الحقيقه في ناس بعتت لي كومنتات اثرت فيا جدا يعني. لكن انا بشكركم شكرا جزيلا، وارجو ان انا ابقى زي ما قلت للاستاذ عبد الوهاب في السعوديه، ارجو ان انا ابقى على قد المسؤوليه لجمهور الكره والجمهور المصري والعربي. أنا عايز أقول لحضراتكم هذه القناة أو هذا البرنامج برنامج الشعب، برنامج جمهور الكرة العظيم الجمهور المصري. وأنا هنا مش بتكلم كإعلامي أو نجم أو اسم أو كابتن الأهلي أو منتخب ولا الكلام ده خالص. أنا بتكلم زيكم بالظبط بمنتهى البساطة، لأن أنا زي ما أنتم عارفين أنا راجل متربي في شبرا طول عمري، فبتكلم بلغة ابن الشارع، ابن الشارع الوطني العاشق لبلده وعاشق لكرة بلده، سواء أهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اتحداوي أيا كان هو انتماءاته. وهنا هنثير قضايا لمصلحة الكرة المصرية، لمصلحة الكرة المصرية مش لمصلحة أي حد. وانتوا زي ما حضراتكم عارفين أنا ماليش مصلحة مع أي حد الحمد لله. اللغط اللي حاصل واللي كان وتليفونات وحاجات كتيرة جدا بتجيلي أو بيكلموني وأنا مش عايز أتكلم في أي حاجة، لكن هنبقى نبض الشارع المصري، نبض الكرة المصرية، نبض الإنسان البسيط اللي بيحب بلده، اللي بيحب كرة بلده، اللي عايز منتخبه وأنديته يبقوا أحسن أندية وأحسن منتخب في مصر.